النوع الثاني طلاب اللي هو الابوبتوسيس، احنا قلنا بعد ان هنا النكروسيس ناتي الى الابوبتوسيس. ديستكتيف تايب اوف سيلز ديث، هو نوع مميز من موت الخليه يحدث ان فيزيولوجيكال اند امبريولوجيكال بروسيس، يحدث بالمراحل الفسيولوجيه والجنينيه. And appears to be phenomena، وهو ظاهرة whereby tissue التي بواسطتها النسيج يسيطر على أعداد الخلايا. Appears to be a phenomena whereby tissue control cell population number، وهي الظاهرة التي فيها يسيطر النسيج على أعداد الخلايا. Apoptosis ممكن يحدث الأبوبتوسس بالباثولوجيكال بروسيس، بالمراحل المرضية مثل الانفلاميشن والكانسر السرطان. يحدث في هذه المراحل كمحاولة in an attempt by the body، كمحاولة من الجسم to arrest cell proliferation and tissue damage، كمحاولة من الجسم حتى يوقف تكاثر الخلايا وتحطم النسيج. بعد أن انهينا الأبوبتوسيس والنكروسيس هنالك جدول مقارنة، الشكل فقط للإطلاع لكن الجدول مطلوب عيني طلاب. compare between necrosis and apoptosis، عندي النكروسيس العمود الأول والأبوبتوسيس من أقارن بيناتهم من ناحية الستيمولي. هنا أشوف النكروسيس هايبوكسيا يعني قلة الأكسجين، هنا التوكسين. الأبوبتوسيس ممكن أن يكون قلنا فيسيولوجي أو باثولوجيكال. من الناحية النسيجية الهيستولوجيكال أشوف سيلر سوالوينج، انتفاخ الخلوي، كوأجوليشن نكروسيس، تنخر تجلطي وديسربشن أوف أورجانيلي. هنا أشوف سينجل سيل، أشوف خلايا مفردة، كروماتين كوندنسيشن، تكثف الكروماتين والأبوبتوتيك بادي، أشوف الأجسام الأبوبتوتية. DNA breakdown، هنا تكسر DNA، هنا يكون random أو diffuse، هنا يكون internucleosome داخل النيوكليوسوم. ميكانيكية، هنا رح نلاحظ ATP depletion، فقدان الـ ATP، membrane injury، إصابة الغشاء، free radical damage، تحطم الجذور الحرة. هنا gene activation والendonuclease من ناحية الميكانيزم. tissue reaction، تفاعل النسيج، هنا يكون قلنا بالانفلاميشن دائما يظهر النكروسيس. هنا يظهر بالفاجوسايتوسيس، ما يكون انفلاميشن لكن يظهر بالفاجوسايتوسيس والابوبتوتيك بادي. هذا هو جدول مقارنه بين النكروسيس والابوبتوسيس. الى هنا طلاب انهينا المحاضره الاولى من محاضرات التحليلات المرضيه اللي هي الباثولوجي. شكرا جزيلا.